السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي بلال شعيب الأسعد من قرية الحراكة. نزحنا من ضيعتنا لهون على قرية حربان، وش في مخيم بازار. قاعدين بمخيم حر وشوب ومنع من نفس النقود فيه. يا ولد وقف عندك يا بلال، حط الفنجان، الفنجان جيب الان، جيب اللي يحكي، جيب جيب. عم نعمل هيك فيانات ونقعد تحت الشجر مشان نعيش وناكل. وين اللي اشتريت اليوم؟ يا ها؟ يا هات شوف يا
وبشر الأسد قصفنا مدرستنا، كنا بالضيعة ندرس قصفنا إياها وما بقى نحسن ندرس فيها. وتهجرنا لهون على البلاد، والمدرسة هون بعيدة، ما بنحسن ندرس لأنها بعيدة، واتمنى أن يصير هون عنا مدرسة وندرس أنا ورفقاتي. أتمنى أصير محامي دافع عن المظلومين، وما أخلي واحد مظلوم إلا دافع عنه.